هتعملي ايه دلوقتي يا نور؟ هصور. صور الفيديو يعني دلوقتي؟ طب هصور معاكي ولا لا انا هتكلم مع الناس في حاجة تانية. حاجة تانية يعني؟ انت مظبطة دنيتك، في فكرة معاكي وموضوع تتكلمي بيه؟ طب هخش انا بس كده قبل ما تخلصي عشان ننزل. خلاص؟ اما افتح السلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ وحشتونا جدا 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 من الفيديوهات اللي فاتت. احمد المره دي مش هيقول معايا المقدمه، احمد دخل يلبس عشان احنا نازلين. قلت له انا هفتح الفيديو لان انا هتكلم مع الناس في حاجه تانية. بيقول لي هو انا مش هصور معاك دلوقتي؟ قلت له لا، في فكره في دماغي، يا رباب هطلع اكلم رباب. احمد معلش، لسه على السيره. الفكره بس بقى دي، انا عايز اسالك سؤال، الشرابات فين؟ في الدرج. انا مش لاقي ولا شراب، حرفيا انا مش لاقي ولا شراب في الدرج يا احمد. يا حبيبتي ماشي في الدرج، انا شايف في شرابات في الدرج، افتح الشراب الفرده مش اخت التانيه. لا والله، لا والله. إيه انت عندك حول وانت بتحطي الشرابات في بعضيها؟ طب معلش مش مشكله، ممكن يكون فرده جت مكان فرده، يعني مش حوار. طب ده كل الشرابات كده؟ والله انت بوظت لي الفيديو. ما يا ستي فين بلا فيديو ولا بتاع دلوقتي بس. انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز الشرابات، عايز شراب البسه. طب ما انا بقول لك اهو في الدرج. وانا بقول لك كل شراب في الدرج فرده غير التانيه، انا نفسي افهم. انت بتوقعي الفرد في الشارع وانت بتنشري غسيل؟ لا ما وقعتش حاجه. يعني ايه ما وقعتش حاجه؟ والله ما وقعت حاجه. هو هتلاقي ممكن الفرده جت مكان التانيه، لكن الفرد كل الشرابات؟ ليه كل الشرابات متجوزين غلط؟ اه. ازاي يعني؟ قولي لي انت ازاي؟ لا مش كل الشرابات. لا كل الشرابات. والله ما كل الشرابات، هتلاقي ممكن يكون نسخه جت. ما انا اللي فاتح الدرج دلوقتي بتاع الكومودين وشفت الشرابات. اقفل يا احمد الفيديو وقوم ادور لحضرتك. حاضر اهو، حاضر انا اقوم ادور لسيادتك. حاضر. دوري على ايه؟ انت ما بقيتيش مهتمه ببيتك خالص ولا بعيشتك، اهم حاجه عندك دلوقتي شغلك وخلاص، ده اللي انت بتفكري فيه، ده اهم حاجه عندك في الدنيا. ليه انا عملت ايه ده؟ ما انا بقول لك، هو انت خلاص ما بقاش عندك اي اهتمام ببيتك. يا عم انا ادور لك على الشراب. دور على الشراب؟ شربات ايه اللي ايه؟ شرابك. ده منظر شراب؟ ده منظر شراب؟ ماله يعني؟ ده منظر شراب حضرتك؟ لا مال الشراب ده؟ ما بلبسوش اصلا. مش بتلبسه اصلا؟ اصلا ليه يعني؟ كده قديم. قديم انا بتكلم يعني؟ على الشرابات الجديده. انت وديتي ام الفرد فين؟ رحتي جايبه لي الشراب القديم اللي انا مش بلبسه اصلا ده جديد؟ لا مش جديد. والله جديد. لا مش جديد، ما تحلفيش بالله. والله العظيم قديم. انت طالبه معاك خناق؟ انا طالبه معايا خناق بصراحه، لان انت ما بقتش مهتمه باي حاجه في حياتك غير التصوير والشغل. انا؟ من امتى الكلام ده؟ من امتى؟ من امتى؟ من قريب. لا ما حصلش الكلام. لا حصل. لا انت عارف طول عمري ان انا بنظم ما بين بيتي وشغلي وكل حاجه. تنظيم فين التنظيم؟ إيه انا مش شايفها تنظيم خالص عشان تفهمه. انا مش شايفها تنظيم بصراحه، انت بقيتي اوفر خالص. انا اللي بقيت اوفر؟ وانا بقيت مستحملك بالعافيه بجد. كمان؟ بجد. ليه يعني انا عملت لك انت كله؟ يا بابا انت مش شايفه نفسك؟ انت ما بتشوفيش انت بتعملي ايه؟ مازن ادخل على اوضتك اذا سمحت عشان اتكلم مع بابا. ادخل على اوضتك. يا ابني ادخل على اوضتك، انا بكلم نفسي. ادخل على اوضتك يا مازن. في ايه يا احمد؟ انا مش فاهم. يعني ايه في ايه؟ ليه بتكلمني كده قصاد الواد؟ ايه ده؟ بكلمك قصاد الواد ازاي يعني؟ ليه بتكلمني؟ اقفل الباب عليك يا مازن. يعني بكلمك قدام الواد؟ ليه بتكلمني بالطريقه دي؟ هو انت بصراحه ما انت مش واخده بالك انت بقيت عامله ازاي؟ عامله ازاي؟ انت ما بقيتيش مهتمه باي حاجه في البيت، ولا بلبسنا ولا بشربنا ولا باكلنا ولا اي حاجه. انا؟ انت. من امتى الكلام ده؟ الطريقه بقت غريبه، انت مش مهتمه غير بشغلك وبس. انا؟ فين شغلي ده اللي انا مهتمه بيه؟ ما انا بقول لك انا بنظم كل انت حاجه. طالما اتجوزتي يبقى انت عندك في المقام الاول بيتك وجوزك وعيالك. طبعا. طبعا ده مش موجود. ازاي ده مش موجود يا احمد؟ ده اللي انا شايفه بعيني، ده اللي انا حاسه. ده انا جبت لك فرده الشراب اهي في ثانيه. لا فرده الشراب انت جايبه لي شراب اصلا مش بلبسه.
ده شراب مش بلبسه، قديم قديم والله ما بلبسه. ايه رايك؟ انت كل يوم بتتلكي. بص اقول لك على حاجه، انا كل يوم بصحى الصبح اقعد الف حوالين نفسي على الشرابات كل يوم. عمرك ما قلت لي الكلام ده. انا مش بقول لك، بقول يمكن تاخد بالها المره الجايه، يمكن تخلي بالها، يمكن تنظم، يمكن تروق، لكن انا خلاص جبت اخري. من امتى وانت مش فارقه غير بس لما ارجع تعالى نزلنا، تعالى خرجنا، تعالى فسحنا، تعالى اعمل لنا، هو ده اللي انت عايزاه وبس. لكن حياتك وبيتك وشغل ودنيتك مش مهتمه بيها. ازاي يعني؟ هو شغلك وخروجاتك هو ده اللي انت عايزاه بس، مش عايزه اي حاجه ثانيه في الدنيا. من امتى الكلام ده؟ تاني؟ من امتى؟ قلت لك بقاله فترة. انا على طول ان بس انا مش عايز اتكلم وساكت وكاتم جوايا. لا مفيش الكلام ده، مش مظبوط. لا في، انت مش واخده بالك. لا ما تحاولش تشككني في نفسي وقولي مش واخده بالي. لا الله. هو انا مش عارفه انا بعمل ايه؟ مش عارفه انت بتعملي ايه؟ لا انا عارفه طبعا. لا مش عارفه. لا انا من اول ما بصحى من النوم ليا نظام في يومي كله، برتب كل حاجه. لا لا الا الله. كل حاجه ليها وقتها عندي. بابا بص بقى، عشان تبقى عارفه حاجه، قدامك حلين او اختيارين، يا شغلك يا حياتك، تختاري ايه؟ شغل يا حياتي؟ يا شغلي يا انا وبيتي. ده انت من امتى الكلام ده؟ من دلوقتي. ليه يعني؟ هو كده خلاص انا قفلت معايا. شغلي ده شغلي يعني، شغلي كله عايزني اعتزله ولا افضل من اليوتيوب؟ كل شغلك انت، شغلك يا شغلك يا حياتك. وانا ما اعتقد ان الست لما بتتجوز بتهتم بتختار حياتها، ما بتختارش حاجه ثانيه. شغلي انهي؟ الاثنين. ازاي يعني؟ هو كده ان انت بقى تقعدي في بيتك وتهتمي ببيتك شويه وتنظمي حياتك بدل الهرجله اللي احنا بقينا فيها. طب من امتى بتجبرني على حاجه؟ لا اله الا الله، فين الجبران دلوقتي؟ انا مديك اختيارين، يا تختاري الطريق ده يا تختاري الطريق ده، والطريق اللي انت هتختاريه انا معاكي فيه براحتك. ازاي يعني براحتك؟ هتختاري شغلك يبقى ما تختاريش حياتك، يبقى انت كده مع السلامه. شكرا كده اللي بينا ايه خلص. للدرجه دي؟ هتختاري عشان حياتك؟ هتختاري حياتك يبقى اهلا وسهلا. خلاص يا عم مش هتلاقي شرابات بعد كده. لا هو مش عشان شراب، هو عشان حاجات كتير. حاجات كتير. انا لا بلاقي ايه يعني اللي هتفرق؟ لا بلاقي هدوم مكويه يعني. ولا بقيت بلاقي هدوم مكويه، ولا بلاقي شرابات في مكانها، ولا الاقي حق دولابي متروق، ولا بلاقي السرير متروق، ولا بلاقي اي حاجه متروقه في البيت. ازاي يعني؟ باجي كده اعيش عادي. عادي خالص. كاني مفيش حاجه حصلت. هو انت اللي بك... ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ لا لا لا. انا بروق مرتين في اليوم، مره الصبح اول ما بصحى ومره بالليل. ليه ساحره؟ ازاي؟ ساحره؟ ساحره؟ بتروقي يعني مثلا انت بتروقي انا ما بشوفش مثلا؟ انت بتكون الصبح في شغلك ولما برجع ما بشوفش وبالليل قبل ما بننام بروق برضه. ببقى نايم يعني مش شايف؟ ايوه بتكون دخلت نمت، انت بتنام بدري اصلا. والله؟ والله. على كل انا بقول لك اهو، انت ما عندكيش غير اختيارين، تختاري حاجه من الاثنين. لا اليوتيوب ده مش شغل اساسا عادي، انا ممكن اسيبه. لا كل شغلك. لكن شغلي التاني لا. شغلك كله، انا ما عنديش حق خلاص، هو اختيار واحد. هو ده اللي هو اختيار واحد؟ يا تختاري عيشتك وحياتك وبيتك وعيالك وجوزك. ليه عايز تدمر مستقبلي؟ يا تختاري شغلك ويبقى كده كل واحد فينا اللي ضريب. لا مستقبلي مش هيتدمر طبعا. ازاي يعني؟ يعني كده ان انت بتختاري ان انت ما تبقيش معانا. انت ايه اللي حصل لك النهارده؟ برضه ايه اللي حصل لي؟ هنرجع تاني نقول نفس اللي حصل لي. قلت لي ان عشان الشرابات هتلاقيها بعد كده في مكانها خلاص. شرابات ايه اللي هلاقيها في مكانها؟ الشرابات إيه؟ بتاعتك. انا كل يوم والتاني بشتري شرابات وبعد كده ما بلاقيهاش. انا نفسي افهم بتوديها فين؟ ده انت لو بتجري فيها هتبقي بتدخلي لنا مكسب. خلاص يا احمد حقك عليا، هعمل لك بعد كده شراباتك. يعني اعتذرت لك اهو، اعمل ايه تاني؟ الشرابات بس. ايه تاني اللي مطلوب؟ بيتك وعيالك. ماله بيتي وماله عيالي؟ انت مش مهتمه بيهم. ازاي؟ انت لا بقيتي بتذاكري العيل ولا بقيتي مهتمه بعيل؟ هذاكر العيل ايه؟ احنا في اجازه. وايه هي المشكله؟ ايه المشكله لما يذاكروا في الاجازه؟ ايه المشكله؟ هذاكر لهم في الاجازه؟ يذاكروا في الاجازه عشان ما ينسوش الكلام وما ينسوش اللغه وما ينسوش كل حاجه. هم بياخدوا كورسات. تراجع معاهم. هم بياخدوا كورسات. برضه تراجع معاهم. وبياخدوا كورسات اونلاين. ما بشوفكيش بتراجع مع حد. هراجع ايه؟ تراجع معاهم اللي بياخدوه. هراجع ايه اللي ياخدوه؟ هم ما عندهمش منهج. مش بياخدوا كورسات؟ تراجع معاهم تشوفهم بياخدوها ولا لا. انت ما بقيتيش مهتميه. انت ما بقيتيش مهتميه. هو انت بتتلكك على اي مشكله؟ انا بتلكك.
عشان ما ننزلش. اه انا بتلكك ومش عايز انزل ومش عايز. بصي انت برضو دلوقتي عندي. انت بتتلكك عشان ما ننزلش. انا مش عشان نزول وطلوع، انا خلاص كده كده فقدت الامل فيكي. اه فقدت الامل فيكي خلاص. انت ليه بتكلمني بالاسلوب ده؟ عشان بصراحه طريقتك وعيشتك ما بقتش عجباني. خلاص يا احمد انا اسف. اسفه على ايه ولا ايه بقى؟ قولي لي بقى اسفه على ايه ولا ايه؟ خلينا على الشرابات. لا على كل حاجه. مع ان الشرابات اهي. قلت لك ده شراب قديم مش بلبسه. خلاص هجيب لك شراب جديد. لا ما تجيبليش وانا مستنيك انت تجيبي لي. ليه هتصرف عليا ولا ايه؟ هجيبه لك من الدرج. انا افتكرتك هتشتري لي شراب. واشتري لك شراب. لا ما تشتريليش وانت تصرف عليا ولا ايه؟ من فلوسك. لا ما انت برضه ما تجيبيش، انا اللي اجيب. انا حر اجيب ولا ما اجيبش؟ قبل ما تقتل يعني. انا مش فاهم انت عايزه ايه بالظبط. انا اللي عايزه ايه؟ اه انا دلوقتي انا ببص عشان تبقى فاهمه برضه نهايه الكلام، عشان خلاص جبت اخر. انت ما عندكيش غير اختيارين يا بنت الناس، يا شغلك يا بيتك. هتختاري حاجه من الاثنين. مازن ما تخرجش دلوقتي. ما ينفعش شغلي، ما ينفعش. انا بقول لك اهو يا رباب عشان خاطر نجيب اخرها. اخرها ايه؟ نجيب اخرتها دلوقتي، يا شغلك يا بيتك. لا انت كده انت بتعمل مشكله كبيره فعلا. انا ما بعرفش من حاجه تافهه. انا ما بعرفش. لا انت بتعمل مشكله كبيره من حاجه تافهه. انا عايز دلوقتي كلمه ابرك من 100. ولو شاهدت باباك ومامتك على الكلام اللي انت بتقوله هيقولوا ان انت غلطان. مالكيش دعوه بيهم. الله، هجيبهم بره الحسبه. امي عمامي خلاني كله بره، كله هيقول لك ان انت غلطان. ماليش دعوه باي حد. ازاي يعني؟ طالما بقيتي مراتي فانت انا اللي اتصرف في كل حاجه، في تحركاتك وفي حياتك وفي دنيتك كلها. محدش له حكم عليك في اي حاجه. لا بس انت عمرك ما وقفت قصاد مستقبلك. وانا مش بقف دلوقتي قدام مستقبلك غير عشان مصلحه بيتك وعيالك. مصلحه بيتي وعيالي انا شايفاها. لا انت مش شايفه اي حاجه. هعمل لك الشرابات يا احمد. يا بنتي هو الشراب ده المشكله؟ دي مش المشكله الاولى، الشرابات. كل المشاكل هحلها لك. هتحلها ازاي؟ هعمل لك اللي انت عايزه. كنت حلتيها في الفتره اللي فاتت وانا سايبك وساكت وساكت. ما انت مش بتقول ان في حاجه مضايقاك. بقول يمكن، يمكن انت تاخدي بالك، يمكن تخلي بالك. ما هو مالي من ايه؟ يمكن مثلا لما انا ابقى زعلان دقيقتين ثلاثه كده منك ولا حاجه تاخدي بالك وتحس ان انا عايز كذا ولا عايز كذا ولا بتاع، لكن انت ابيض مش بتاخدي بالك ولا بتلاحظي. ما هلاحظ ايه؟ انا بيتي نضيف، ولادي زي الفل، ودنيتي كلها زي الفل. انا كده فاضي فلازم اكون اتكلم. طب ماشي اتكلمني يعني. ماشي قول لي ايه اللي مضايقك. الشراب هو المشكله. لكن مش تقول لي يا ده يا ده وتخيرني وتقلوا دراعي. ما هو دلوقتي كده هو خلاص. انا قفلت من الموضوع. انا قفلت. انت من امتى بتقول يا دنيتك يعني؟ يا دنيتك تبقى بيتك وعيالك وحياتك. اه انتوا في المقام الاول. اه لكن طموحي برضو انا مش هسيبه. لا انا بقول لك اه، وما عندكيش اختيار تاني. لا انا مش موافقه على الكلام اللي انت بتقوله. يا ده شوف هتختار ايه. لا انا ما بيتلوش دراعي وانت عارف ده. وانا بقول لك اهو ما عندكيش غير اختيارين. لا مفيش حاجه اسمها كده. شوف هتختاري. لا مفيش حاجه اسمها كده. انا بقول لك شوف هتختاري انهي طريق فيه. طب قوم عشان ننزل ولا نرجع نتكلم. انا مش هنزل، انت دلوقتي تديني اختيار او حل، تختاري ايه؟ لما ننزل ونتبسط كده ونرجع نبقى نتكلم بقى هداوة، عشان انت متعصب وانا هتعصب منك. احنا مش هننبسط طول ما احنا متضايقين، مش هننبسط. ما انت اللي انت اللي عامل مشكلة. طول ما احنا ما بيننا دلوقتي خلاف، لما ننزل الشارع اوعى تفتكري ان الخلاف هيروح. انت دلوقتي ما قدمتيش غير اختيار. طب اوصل بس ركعتين كده واستغفر ربنا ويلا ننزل، ولما نرجع نقعد نتكلم. رباب اختيار دلوقتي هتقوليه وبناء عليه هنمشي عليه. شوفي انت عارف ان انا شغلي ما باخدش ودنيتك ولا بيتك وعيالك. انت عارف ان انا ما باخدش قرارات وانا متعصبه. هو انت فين التعصب؟ اما انت عصبتني. انا مش شايفك متعصبه اصلا. لا انت عصبتني. انت هاديه خالص ولا كاني بتكلم. ولا كاني بتكلم. لان انا مش شايفه لك مشكله. قاعده في ديك فريزر. ديك فريزر؟ عادي خالص. اه انا اللي عمال احرق وامكن في نفسي. لا ما تحرقش ولا تمكن في نفسك. قوم صلي كده. لا لا ما هو انت بجد، انت بجد قاعده كده وهاديه خالص ورايقه ولا كاني في اي حاجه. ما انا مش شايفه مشكله اصلا. ردود اعصاب عادي خالص، اعصاب هاديه مفيش يعني. لا وازاي وما ينفعش وانا ما ضايقتكش ولا. لا عادي خالص. ما انا عمال افهم فيك من صباحين ربنا. بكل هدوء ولا كاني في اي حاجه خالص. طب ما انا عمال افهم فيك من صباحين ربنا. انت فاهم ايه؟ وانت برضه اللي في دماغك في دماغك. ليه وانا مش بفهم؟ لا يعني بفهمك ان مفيش مشكله. لا في مشكله وانت مش واخده بالك. مشاكل مش مشكله كمان، ده كذا مشكله متراكمه.
انت دلوقتي لازم تديني اختيار من الاختيارين على اساسه هقوم البس. يعني ايه؟ على اساسه اتخرجنا او لا؟ لا على اساسه هقوم البس، يعني اخترت حياتك. اخترك انت يا حبيبي. اخترت حياتك وبيتك وعيالك يبقى كده كده هنخرج. اخترك انت بقى. اخترت شغلك ودنيتك يبقى انا كده اللي خارج لوحدي. ما خلاص بقى انا عمال اهزر معاك وانت مفيش فايده، ما قلت لك خلاص. ايوه شغلك من الصبح مفيش شغل. احمد ما تطلعش النخل في عيني بقى بجد والله. انا بقول لك اهو يا بابا، انا عماله سايسك كل ده. هتختاري ايه دلوقتي؟ انا ما بهزرش. يعني هختار ايه؟ يعني هختار اروح عند ماما. لا انا اللي مش والله هسيبك البيت. لا 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 مش انا اللي هسيبه. انت اللي هتسيبه؟ اه انا اللي هسيبه. عشان شراب؟ انا لا عشان كذا مشكله. اخترت بيتك وعيالك وحياتك هتلاقينا قاعدين مع بعض ومتهنيين ومبسوطين. اخترت شغلك ودنيتك يبقى انا سلام عليكم وعيش حياتك مع نفسك. طب ولو مفيش حاجه مقصره فيها؟ لا انت مقصره. ولما الراجل يتكلم يبقى انت خلاص فعلا بقيت مقصره. طب اوعدك ان انا مش هروح. طول ما الراجل ما بيتكلمش تعرف ان انت ظابطه دنيتك. اوعدك بعد كده ان انا مش هقصر في حاجه. اختيار من الاثنين ملهمش تالت. انت مصمم تعمل مشكله على الليل؟ انا مصمم. عشان ما نخرجش في حته صح كده؟ لا 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 انا مصمم عشان اشوف نهايه الموضوع ايه. انا خلاص زهقت. هتختاري ايه؟ زهقت من ايه؟ هتختاري ايه؟ اختاري. اختاري انا مش فاهمه. يا شغلي؟ ازاي يعني؟ يا بيتي. ازاي يعني؟ زي الناس. الاتنين مهمين. لا مش مهمين الاتنين. ازاي يعني؟ مش الاتنين مهمين، في واحد اهم من التاني. اكيد حياتي اهم. حلو قوي، يبقى انت اخترت حياتك يبقى تسيبي شغل. عشان شراب. عشان كذا حاجة مش عشان شراب. مش هتلاقي حاجة بعد كده مقصرة. مش هستنى لما يبقى في تاني. أنا مش هستنى، أنا استنيت. لا ده أنت بتتلكك بقى. صبرت كتير. أنا صبرت كتير. صبرت؟ أه صبرت كتير. صبرت على إيه؟ على كل البلاوي اللي أنا عايش فيها. بلاوي؟ أه بلاوي. عايش في بلاوي؟ أه عايش في بلاوي. إيه البلاوي؟ ساكت وحاطط في 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 جسم في قلبي جوه وساكت. هو إيه البلاوي؟ مش هنطول في الكلام. اه لا انت بتتلكك. احنا مش عايزين نطول في الكلام. ده تلاكيك دي. اختاري هتعملي ايه؟ بيتك ولا شغلك؟ الاثنين مع بعض مش هينفعوا. والله؟ اه. طب يعني انا اختار حياتي واقعد متضايقه؟ مش مشكلة عندي. بيتي مش مشكلة بالنسبة لك؟ اه. أهم حاجة إن حياتنا تبقى متنظمة ومظبوطة. يا سلام. اه. وأنا أبقى متضايقة عادي. مش مشكلة، مع الوقت هتتعودي على الوضع الجديد. لا مش هتعود انا. لازم ما تخرجش دلوقتي. انا مش هتعود. مع الوقت. انا مش هتعود وهحكم باباك ومامتك وهيشوف هيقول لك ايه. مفيش حد من اهلي ولا من اهلك انا ليه دعوه بالقصه دي. ولو حد بقى ليه فانا حر. مراتي وانا حر معاها. عشان انت عارف ايه دلوقتي يا احمد؟ مش انا اللي ليا القرار في ان انت تشتغل وما تشتغليش. بس ده ما كانش اتفقنا قبل الجواز. معلش بقى كل حاجه بتتغير. الله بتتغير ليه؟ الظروف بتتغير نفسها. يا سلام. طبعا. اذا كان في عز حالي في ولادي لا عمري وقفت دراسه ولا عمري وقفت شغل. معلش. اللي فات حاجه واللي جاي حاجه ثانيه. يا سلام ليه بقى ان شاء الله؟ هو كده. ايه اللي جاي؟ ما اعرفش. اذا كان انا ولادي بسم الله ما شاء الله لا يعلم الغيب الا الله بقوا يعتمدوا على نفسهم. ما انا بقول لك لا يعلم الغيب. يعني انا في عز دقيقتي وعز انشغالي بالعيال وهم صغيرين خلصت اللي ورايا. بص اقول لك على حاجه. وما سبتش لا شغل ولا دراسه. مش هضيع في وقت في مهاترات. مش هيحصل انا. انا بقول لك مش هضيع في وقت في مهاترات معاكي. ليك إيه؟ اختيار. ايه بقى عايز ايه؟ عايز رد واحد مني. يا ده يا ده. مش هسيب شغلي. يعني اخترت ان انت ما تسيبيش شغلك يبقى انت بتسيبي حياتي. صح؟ براحتك. يبقى انا كده خرجت بره حياتك. مش هتشوفيني تاني. وانسي. والله؟ اه. انا بقول لك مش هتشوفيني تاني وكده كل اللي بينا انتهى. يا سلام. اه انا داخل البس بقى عشان امشي واسيبك البيت واعيش حياتك مع نفسك. ايه شغل الجنان ده؟ ده ايه ده؟ وانت بتتلكك يا احمد؟ مش بتلكك. انا مش بتلكك. امال ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا بقول لك انا مش بتلكك. بتخرج البيت عشان ايه يعني؟ انا بقول انت وانت عشان شراب؟ وانت دلوقتي ما خربتوش؟ طب ما قلت لك انا اسفه وحقك عليا وهعمل لك اللي انت عايزه. لا انت ما خربتوش لما اخترت دلوقتي شغلك بس. لا ما خربتوش لان انا منظمه ما بين شغلي وما بين بيتي، انت بقى اللي بتتلكك في حاجه مضايقاك النهارده في الشغل بتاع فجاي بتطلعها فيا. ما تستفزيش انت صح؟ مش بتستفزي خالص.
ده ايه ده؟ انت مش بتستفزي خالص، ما عندكيش خالص سنس استفزاز. سنس يعني ايه؟ سنس استفزاز. ايه يعني ايه التنزول ايه؟ الاستفزاز مش بتستفزي كده يا ابني. ما تخش ما تخرجش بقى دلوقتي بقى، عمال تزعزع بالباب. ايه ده؟ انت خالص كده؟ خالص كده اللي هو ايه؟ يعني خالص كده مفيش اي استفزاز، مفيش اي حاجة. شو ما انت عايز ايه؟ ولا حاجة خالص، انا بس كنت بصور. ما لفيكي، ما خدتش بالك طبعا من الكاميرا الصغيرة دي. لا 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 لا، انت مش طبيعي والله العظيم. انت مش طبيعي، انت بالك من الكاميرا انت مش طبيعي. سبتك ان انت هتصوري الفيديو بتاعك عادي وبتاع، وقلت لازم اعمل فيكي مقلب. لا 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 لا، الشراب الشراب ده، الشراب ده عليه اصابات، الشراب ده عليه اصابات. انت مش طبيعي على فكره. الله اخبارك. انت موضوع المقلب ده جميل. اخبارك ايه؟ قال انت كويسه؟ قال انت موضوع المقلب ده جميل. لا لا لا، من غير ضرب والله العظيم. انت موضوع المقلب جننك. طب اعمل لك ايه طيب؟ مش لازم ابقى فكاهي كده واضحك معاك. فكاهي انت حالك ده بقالك ساعه. حالك ده بتقول لي يا شغلك يا بيه. هو انت استفزتي اصلا؟ ما انا بحقن جوايا، انت عارف. بتحقني جواكي؟ لا والله. انت عارف ان انا متضايقه من كلامك. لو انت لما انا كنت هقول مثلا عادي كده؟ ايه؟ لما انا قلت لك همشي واسيب البيت عادي كده، ما لقيتكيش كده مثلا متعصبه ولا ما تسيبش البيت بتاع عادي كده؟ لان انا عارفه ابوك وامك كانوا هيعملوا ايه لما تروح تحكي لهم اللي انت بتقوله ده. احكي لهم ايه؟ اللي انت قلته لي من شويه، ويا بيتك يا شغلك يا مش عارف ايه، كانوا هم اللي هياكلوك. لانهم عارفين ان انا مش مقصره في اي حاجه. طب سلمي الاول بس على الناس كده عشان عارفين. يا جماعه حطيت لي التليفون فين؟ في البتاع اللي هي بتاعه المكتبه. يعني انا قلت كده روق عليها في مره. شوف دماغي شر. يعني ايه؟ هي قالت هعمل فيديو، قلت لها خلاص اوكي ماشي. طب افرض انا قفلت الكاميرا، كنت قلعت الطرحه بقى وقعدت على اساس ان انا وانت قاعدين كده والدنيا زبدت. لا ما كنتش هكمل تصوير طبعا. ما كنتش هكمل تصوير. والله العظيم انت هتيجي في مره هتبقى نصيبه، اقسم بالله. لا 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 لا، ولا نصيبه ولا حاجه والله. والله العظيم في مره هيعمل فيها مقلب. ليه وانا تايه يعني؟ يعني هيتسبب لنا في فضيحه بقى. لا ابدا والله العظيم. عمري ما يحصل، عمري ما يحصل. وانا مش واخد بالي ايه اللي هيحصل. وانا يعني ايه يا احمد اللي مش للدرجه دي يعني؟ ايه اللي بتعمله فيا ده يعني؟ معلش والله العظيم صدقني. حاجه بسيطه كده. حاجه بسيطه ايه؟ حاجه بسيطه ايه ده؟ انت رخم. ايه اللي حصل؟ انت اتضايقتي؟ والله اتضايقت بجد؟ وقلت تعتمد علينا ولا في خروج ولا في بتاع. لا لا ازاي بس؟ خروج بكره ان شاء الله عشان الوقت اتاخر. ما انت الوقت اتاخر من الرخامه اللي انت عملتها. معلش عادي يعني. مش من الرخامه اللي انت عملتها. مش امبارح كنت مخرجت؟ اه. طب خلاص انت كل يوم. طب ليه الرخامه؟ هو كل يوم لازم ننزل ننزل يعني. كان زماني صورت الفيديو اللي عايزه اصوره. طب ما انا صورت الفيديو خلاص اهو. ونزلنا. انا صورت الفيديو احسن من الفيديو اللي انت كنت هتصوريه. يا سلام. اه طبعا. كنت هكلمه في موضوع عمرو دياب والقلم اللي ضربه للمعجب بتاعه. بجد والله؟ اه والله. لا لو كده صوريه بعد الفيديو ده. يا سلام. اه والله. مش هصور حاجه خلاص، انت قفلتني. ليه كده؟ عادي كملي كلامك في الموضوع. انا عارف انت بتحب النبض، فنبضك هيبقى بناء. وبعدين ما انت كنت عايزني من شويه اقطع بطاطس في البيت واسيب شغل. انا بهزر طبعا، ما ينفعش الكلام ده. انت ملكه في مجالك. انت جننتني. انت الملكه في مجالك، فما ينفعش ان انا اشيلك من مجالك. انت جننتني والله. معلش حقك عليا. والله جننتني. حقكم علينا يا جماعه، وحشتونا جدا جدا بالفيديوهات اللي فاتت. طبعا انا ما عملتش مقدمه ولا عملت اي حاجه، بس عشان خاطر طبعا ايه ما تاخدش بالها من اي حاجه. انا داريت الكاميرا كده واستغلت ان هي هتصور، فايه رحت عامل تشغيل وقلت لها بقى انت هتصوري وبتاع. طب انا هخش البس عقبال ما تخلصي. فالحمد لله حاولت اعمل فيها المقلب. هي انا عملته بالفعل، هي استفزت، بس هي طبعا ما كانتش بتتحرك من مكانها لان هي مستغربه من اللي بيحصل يعني. انا خدتش بالي والله، انا خدتش بالي. انا قاعده فاكراه فعلا بيتكلم بجد وعامل مصيبه على شراب. قلت هو ايه ده؟ في ايه؟ لا واللي خلاني استغرب من كلامه قلت ده بيتلكب. لا الكوارث اللي انا عايش فيها والبيت اللي مش منظم واولادك ذاكر لهم. اقول له ده في ايه ده؟ ماله ده؟ والله العظيم ماله ده؟ ايه اللي جرى؟ قلت في حاجه غلط حصلت له، في ايه؟ والله العظيم. فيعني لا ربنا يهديك عليا يا احمد والله. الناس والله قعدوا يقولوا لي قبل كده المقالب دي مش هتنتهي على خير. المهم يا جماعه حسن المقالب دي مش هتنتهي على خير. لو المقلب ده عجبكم ما تنسوش تشجعونا باللايك والشير والاشتراك في القناه. ولو انتم وصلتوا لحد وتدعوا له ان ربنا يهديه. خلينا زعق لمازن. ولو انتم وصلتوا معانا لحد الدقيقه دي في الفيديو ادعوا لنا وكتروا من الدعاء ولينا ولكل الناس جميعا يا رب. اللهم
وما تنسوناش تشجعونا وادونا افكار لمقالب كتير. افكار ايه تاني؟ افكارك مهببه كفايه افكار، ارحمني. ده انت ما شفتيش كان يوم اسود يوم ما بقتش يوتيوبر يا احمد. ده ترتيب ديب ترتيب ترتيب ايه؟ المخ ديب. ده ترتيب مجرم، ترتيب المخ. الله يعني كان يوم اسود يوم ما دخل اليوتيوب. ليه؟ ده انا بقيت نجم. والله ناس بتعلق على بتعلقني انا على الفيديوهات، استاذ احمد نجم اليوتيوب. شفت بقى بقيت نجم ازاي؟ والله عقبال ما ابقى نجم في الشاشه الكبيره يا رب. شوفوا على غير الفيديوهات اللي جايه يا جماعه، واسيبها بقى تصور الفيديو اللي مش هصور حاجه خلاص. والله حته بقى ما تصورش. قفل نفسي انا كده عملت اللي عليا وخلصت شغلي النهارده، فالحمد لله يعني. حرق دم. شكرا. السلام عليكم.